اليوم مجلس العمالة عقد الدورة الاستثنائية ديالو من أجل المصادقة على مجموعة ديال النقاط. تخللت هذه الدورة 5 نقاط، أهمها كانت النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الميزانية، النقطة الثانية متعلقة بالدراسة والتصويت على اتفاقية من أجل تأهيل البنية الأساسية لجامعة القليعة، ثم الدراسة والتصويت على اتفاقية كتهم جامعة ولاد دحو. بالفعل هذه الاتفاقيات بهذه النقط الثلاثة تم المصادقة عليها بالإجماع، ولكن لابد من إشارة مسألة أساسية فيما يتعلق بالنقطة الأولى اللي هي الميزانية. فاللي كيتلاحظ هو أن الميزانية عرفت واحد العجز ديال 1 مليون ديال الدرهم، يعني كنقصد ميزانية تسير. احنا الأمل ديالنا كبير أن هذه المسألة ترعى، خصوصا أن المجلس سبق له أنه صادق على مجموعة ديال الاتفاقيات وعنده التزامات من أجل تمويلها. لهذا احنا كنطالبوا بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمجلس عمالة إنسكان 8 مليون. النقطة الثانية واللي هي متعلقة بجامعة القليعة، وهي تأهيل البنية الأساسية أو تقوية البنية الأساسية فيما يخص الإنارة العمومية والساحات الخضراء وكذلك الطرق إلى غير ذلك. الاتفاقية الثالثة اللي كتهم جامعة ولاد دحو هي اتفاقية كتهم مجموعة ديال البرامج اللي هي مدرجة في برنامج مندمج العمالة، وخصوصا ما يتعلق بتأهيل المجزرة. التكلفة الإجمالية ديال هذا تأهيل المجزرة هو 4 مليون ديال الدرهم، والحمد لله المجلس غادي يوفي بالالتزام ديالو. ثم كذلك المسألة المتعلقة بالمركب الثقافي كذلك حتى هو اللي كيتعتبر إحدى البنيات الأساسية اللي غيتم إحداث ديالو بالجامعات الترابية لأولاد دحو. اليوم كنحضروا الدورة العادية ديال مجلس عمالة إنسكان 8 مليون. الدورة هذه اللي فيها واحد مجموعة ديال النقاط، ومن بين النقاط التي لحرص السيد الرئيس أنني نحضر معها هي النقطة ديال المصادقة على اتفاقية ديال تأهيل البنيات الأساسية بطلب جامعة القليعة. هذه الاتفاقية هذه اللي كانت اتفاقية سابقة كذلك صادقة عليها المجلس الإقليمي، وهي اتفاقية ديال إنجاز قنوات ديال الصرف الصحي بالقليعة. هذه الاتفاقية هذه بواحد المبلغ إجمالي يناهز 100 مليون ديال الدرهم، وفيه مساهمة ديال المجلس الإقليمي 41 مليون ديال الدرهم، 30 مليون بالنسبة وزارة الداخلية، وكذلك 30 مليون ديال الدرهم بالنسبة لوزارة الإسكان، 30 مليون ديال الدرهم بالنسبة لمجلس جهة سوس مسا. هذه الاتفاقية سبق وصادقنا عليها بمجلس ديال الجامعة. اليوم كذلك صادق عليها أعضاء المجلس الإقليمي، مشكورين من الإرادة، ومشكور كذلك السيد الرئيس، حضور السيد كاتب العام عملة إنسكان 8 مليون، وكذلك هي بدعم من عامل صاحب الجلالة على عملة إنسكان 8 مليون، والتي تدخل ضمن المشاريع من طبيعة الحال ديال البرنامج المندمج لتنمية عملة إنسكان 8 مليون للبي دي إي، اللي يرمي من خلال هذا البرنامج هذا لتحقيق واحد قفزة من طبيعة الحال وهي في مشاريع البنية التحتية بتراب مختلف الجامعات وعلى رأسها جامعة القليعة.